السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بقناة بينونة في مقر السفارة المصرية بدولة الإمارات، وبمناسبة عيد الفطر المبارك بأتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لأصحاب السمو والمعالي قيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة وللجالية المصرية المقيمة بدولة الإمارات. وبمناسبة عيد الفطر المبارك وبمناسبة إن احنا في عام الخير، بتمنى لشعب وقيادة دولة الإمارات كل خير ورفعة وتقدم، ولكل الشعوب العربية والإسلامية بأسمى التمنيات والتبريكات، وكل عام وأنتم بخير. من بيت مصر في أبو ظبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل سنة وأنتم بألف صحة وعافية، وربنا يديم الأمن والأمان على الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم قاطبة. كل عام وأنتم بخير من بيت جمهورية مصر العربية.